السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كل شيء بخير؟ نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير كما ديما ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نهضروا على علاش الراجل كيخون، ولكن كاين ثلاثه ديال الاصناف ديال الرجال، حيت ماشي الرجال كاملين كيف ما حنا العيالات ماشي كاملين كيف راه حتى الرجال ماشي كاملين يعني بحال. مهم ايتها الاخت يا سيدتي، راه كاين ثلاثه ديال الانواع ديال الرجال كما قلت لكم، وغادي نقول لكم كيفاش دايرين، وكل وحده اللي عندها هذا النوع ديال هذا الراجل اشنو غدير معاه. غادي نهضروا اول حاجه على المهم غادي نهضروا على موضوع يعني كموضوع شامل، يعني كموضوع الخيانه، يعني عامه الخيانه اللي في دمه الخيانه راها في دمه، واخا ما نعرفت طلعي ولا تهبطي ما عرفت شنو غديري معاه. اللي في دمه الخيانه واللي كيخون راه كيخون هكاك مربي على الخيانه. ملي كان صغير كان يخون والدي وكيكذب عليهم وكل شيء، كيكبر بقى يدخل المدرسه بقى كيخون الاستاذ وكيكذب وكيغش وكل شيء، كيكبر ولا كيخون المراه ديالو ووليداتو. المهم صافي الخيانه في دمه ملي كان صغير. المهم الخيانه عامه هي ان يعني يعني الطرف الوحيد اللي يعني واحد الطرف اللي غيكون مجروح، يا اما الراجل الى خانته المراه راه هو الراجل هو اللي غيكون يعني في يعني يكون العنصر المجروح، او الراجل الى جرح المراه راه لان علاش حنا ما غاديش نهضروا غير على الراجل، راه الراجل ماشي دائما هو اللي كيخون، راه هذا الوقت اللي راه حنا فيه راه ولا الراجل ولا في الدار، والمراه يعني ماشي يعني الراجل ولا وهي هذيك الراجل ولا يسيق ويصبن ويغسل الماعن وكلشي يديرو، والمرات كتخرج كتخدم وكتخون وكتسهر وكلشي كديرو، الدعوات تقلبت دابا الدعوات تقلبات. المهم البنات غندخل لكم في الموضوع باش ما نطولش عليكم. الخيانه الانواع ديال الرجال ديال الخائنين او على النساء، انا كنهضر يعني الا هضرت على الراجل يعني كنهضر يعني بزوج، فهمتوا يعني ما غاديش واش هي صعيب نهضر على يعني موضوع واحد وكنهضر على الراجل بوحدو والمراه بوحدو، راه هذا خصنا حلقه واحده اخرى. المهم كاين ثلاثه ديال الرجال، كاين الرجل الخائن كما قلت لكم الراجل اللي خون اللي في دمه الخيانه، كاين الراجل اللي انتي كتخليه يخونك، الراجل اللي انتي كتخليه يخونك بالتصرفات ديالك كتخليه يخونك، وما كتعرفيش ما كتعبايش ما كتقصديش انتيا ما كتقصديش، ولكن كتخليه يخونك. غادي نقول لك علاش وكيفاش وشنو ديري. وكاين الزوج اللي المراه ديالو كدير علاش تخليه يخون، ولكن هو كيريقل المسائل، ولكن هو كيريقل الوضع، كيصاب الوضع، كيهضر كيتحاور، فهمتوا؟ غادي نطرقوا لهاد الثلاثه ديال الانواع ديال هاد الرجال، خليكم معايا ما تمشيو فين، وان شاء الله غادي نطرقوا لهاد المواضيع عن تجربه. انا راه واخا صغيره راه فايت عليا المحاين على هاد الراس، راه فايت عليه المحاين، راه كنحس براسي عندي 700 عام ماشي. المهم غادي نهضروا على الرجل الخائن. اولا الرجل الخائن شنو غادي ديري معاه يا اختي الا كان عندك الرجل الخائن؟ اول حاجه قبل ما تفكري وقبل ما تطلبي الطلاق وقبل ما تقولي صافي عطيني براتي وقبل ما تهزي الشنطه وتمشي لداركم، رجلي راسك يعني هذه يعني صوبي راسك. والمراه حنا كنقول يعني المراه شوفوا غير الاسم كي داير ديال المراه، خص دائما تكون عطيره دائما يعني ما تكونش فيها الريحه ديال العرق، ما تكونش فيها الريحه ديال يعني المناطق الحساسه، يعني الريحه ديال شعرها دائما تكون زوينه، تكون ماشي شوفي ماشي ديما المكياج ديما كسوة زينه ديما خصك تلبسي له العرق ديما ما عرفت شنو، لا راه النقاء هو كلشي، راه النقاء هو كلشي. ومره راه احنا عارفين تماره ودراري وكلشي، ولكن مره يعني ريقلي راسك مره ما تسمحيش في راسك.
درتي هذا الشيء وكان عاده يخون، يعني صوبتي راسك، تعطرتي ديما نقيه في الوقت ديال النعاس، يعني كما نقولوا سكسي، يعني مثيره، ما تخليش هو يطلبك، ما عمرك المراه ما عمرك تخلي الراجل يطلبك الفراش الزوجي الزوجيه، يعني انت تطلبيه، انت المهم انت تطلبيه، انت لمحي له، انت معني له، انت باش يعرف، يعني باش يحس بواحد الجاذبيه من جهتك، باش يحس باللي ماشي ديما مخشيه في الكوزينه في الكوزينه، ولا بغى شي حاجه هو اللي خاص يجي عندك، او لما كتمشيو تنعسو كتنعسيو كتسنايو كتبقاي تسناي رحمه الله تسناي هو يجي هو يجي عندك، لا ما تسنايوش هو يطلب، ما تسنايوش هو يجي، انت سيري للراجل، ما تمشيش تمشي ماشي تمشي عندو تقول له ايوا يلاه بيت النعاس، او لا لا، بالمعاني باللقطات بالحركات يعني كتهضري معاه كما نقولوا بلغه الحوار، بلغه الاشارات، بالاشارات، المهم بحال هكا. شتي عاد الخيانه، وعاد التليفون ما كايريتش، وعاد وعاد وعادك الصهير، وعاد الحوار، الحوار عاد جلسي انت وياه، غادي تحاوري انت وياه فلان، انا ديما 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 كندير فوق الجهد ديالي، الدراري مع الطياب مع الخدمه، الا كنتي كتخدمي برا مع الخدمه ديال الزنقه مع الخدمه ديال الدار، كنتفرغ ليك ديما 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 زوينه، يعني راه كنبغي نخلط الاسبانيه والعربيه الله يسمحوا لي، يعني ديما ديما زوينه، يعني على قبلك، يعني نورمالمون المراه تكون زوينه على قبل راسها، ولكن كيكون عندها الزوج خاص تكون على قبل راسها واحد الزياده شويه على قبل الزوج عاوتاني، يعني وقولي له ولكن باقي السهر في الليل، باقي ما كتحترميش، باقي التليفون ديالك ما كيريتش، باقي وانا صابره عليك على الاولاد، وهذه شوفي شنو يقول لك، لان الحوار الحوار اهم اهم. العيالات انا مزوقه فيكم، تحاوروا مع رجالتكم، تحاوروا مع رجالتكم، ما عجبتكم شي حاجه في الراجل تحاوري معاه، ما تدسيش في قلبك، راه الا دسيتي في قلبك غادي يجي واحد النهار تفرقعي نيشان، ما تدسيش في قلبك، تحاوري انت والراجل ديالك، شوف فلان فيك ديك الحاجه، انت يا زوين وانت اللي عمر لك الدار، وعمرك خصصتني شي حاجه، وعمري يعني احتاجيت شي حاجه، ولكن فيك واحد الحاجه ماشي زوينه، وان شاء الله غادي نتبدلها انا معاك، ان شاء الله تنغيروها، يقولك شنو هي، قولوها شنو فيك، شنو فيك، شنو فيك ماشي زوين، راك ملي كديرها كيضرني خاطري، راك كتجرحني بها، راك حاول ما امكن تبدلها، الا كتبغيني حاول ما امكن تبدلها، يعني كيكون الحوار، فهمتوا، كيكون الحوار في العلاقات الزوجيه العيالات، كيكون الحوار، انا ها شنو كيعجبني، علاش المراه كتخون الراجل، كيقولوا لا ديك راه بنت الحرام، راه ما عرف شنو، راه ما عرف شنو، ما عرف شنو، ما خاصها حتى خير، ودارها 6 ديال الفيلات، وديرها 5 ديال الطبقات، ما عرف شنو، وخانتو، علاش كتخونو، ما كتلقاش داك الشيء في الفراش الزوجيه، كيجي الشنطن نعس الله يعاون، لا ما تمشيش تخوني راجلك، هضري معاه فلان، انا ها شنو كيعجبني، ها شنو كيعجبني، ها شنو كيعجبني، هضري معاه، ما تحشموش في العلاقة الزوجية، العلاقة يعني الزوجية ما تحشموش، تحاوروا مع رجالتكم، درتي يا أختي كاع هادشي، زوقتي وعدلتي راجلك، تحاورتي معاه، قلتي له شنو فيك كيضرني، وشنو فيك كدير كتجرحني، ما بغاش يتصاوب، ما بغاش يتريقل، أو هاد الحالة اللي عند الله الطلاق، ما غتقولوليش أنا كنحرض على الطلاق، أنا ما كنحرض حتى شي وحده على الطلاق، ولكن كنعيشو مره وحده في حياتنا، علاش غادي تبقى حياتك مكرفصه كامله، علاش غتقولي على ولادي، على ولادك غتخرجي غتخدمي عليهم الخدمه ديال الحلال، غادي يعيشوا ألف مره ملي كان باهم عايش معاهم او مدمرين، كنقولها لكم عن تجربه، عن تجربه، ماشي كنجي ونهضر، ماشي جايه هز هاد ستيلو وهاد هاد هذا وكنهضر معاكم، راه راني مجربه، وهاد الهضره اللي كنقولها لكم راه كلكم عارفينها شنو هي، غير كنذكركم بها، ما غاديش نموتوا ونولي نعيشوا ونموتوا ونولي نعيشوا، راه حنا غادي نموتوا موته وحده، ما تعيشيش حياتك مكرفصه، ما تعيشيش حياتك مدمره من طرف الراجل،
ما تعيشيش راسك، ما تخليش راسك تدمري ولادك حداك، لان الا كنتي انت مدمره ما غاديش تقدري تعطي السعاده لولادك والاهتمام لولادك. ما بغاش اختي يتصاوب، ابغى الحلال عند الله الطلاق. كاين الخدمه ديال الحلال، كاين الخدمه ديال الحلال، وخدمي على وليداتك الحلال كما خدموا كاع العيالات، العيالات اللي ما كيبغيوش الحقره. مهم، هذا الجزء الاول ديال الرجل الخائن. الجزء الثاني ديال الزوج اللي انتي كتخليه يخونك. اييه الحبيبه، انتي كتخليه يخونك، كيفاش غادي تقولي لي كيفاش؟ كيفاش علاش انا شنو كندير باش هو كيخونني؟ انا شنو كندير بالاهمال ديالك ليه، ب ما كما نقول ما كتعطيش الحنان. الرجل راه فيه واحد الجهه، واحد الطرف، واحد جوج شخصيات. راه عنده الشخصيه ديال الراجل، واحد الطفل، واحد الطفل صغير كيبغي الحنان، يعني كتعنقيه، كتجيبيه يعني لصدرك، يعني وبحال اللي كتعطي له الحنان، كتحاوري معاه كيفاش عندك الخدمه، شنو ياك ما ديرونجاك شي واحد في الخدمه، كيفاش عندك، فين كيدخل من الخدمه. مهم الماكله دائما تكون، ماشي هو يدخل من الخدمه وتيطاري راه يسلم ما نوضي وجد العشاء ونوضي ورموني ونوضي قبل ما يجي من الخدمه. هيدي ديك الكسيوه ديال النهار كامل عندك، مثلا غتقولي ما عنديش وراه ما فحالناش وعندي ثلاثه ديال البيجاما، اربعه ديال البيجامات اللي عندي في الماريو كامل، عندك اربعه ديال البيجامات، واحد البيجاما خليها متسوسه، شدي ثلاثه ديال البيجامات كل يوم لبسي وحده. غادي تقولي لي كيفاش لي كل يوم نلبس وحده والاخرى غتكون عاده نقيه؟ لبسها اليوم ونحيدها غدا ولبس اخرى، والاخرى اللي لبستها البارح عاد نقيه. اييها الحبيبه، لبسي وحده اليوم واللي حيديها ولبسي غدا، وديك اللي حيدتيها البارح راه عاد نقيه، طويها وحطيها، لبسي غدا لي وحده اخرى عاود حيديها وحطيها وحده اخرى، ولبسي لبسي من بعد الثالثه عاود حيديها، وتبقاي دير واحد البينوار في البرد مثلا، واحد البينوار، واحد البينوار بالي قديم خليه غير الكوزينه والطياب وتماره، وكتكملي بيجامتك راها لتحت راها نقيقيه، حيديها راكي بيجامتك دايره الشده، حيدي ديك الشده ديري غير السفنجه، انتيا ديري غير السفنجه الفوق، غسلي وجهك وصافي هانتي ناضيه. ولكن كسوا سيمانه وانتي بالبينوار، ولا سيمانه وانتي بالبيجامه، ولا سيمانه وانتي ما عرفت شنو، والراجل يشوف براك. وعارفين العيالات، راكو عارفين البنات اليوم، بنات اليوم عم كيخدموا غير المكياج وعلى الكسوه وعلى غير لي غير باش يجي باش، راكو عارفين بنات اليوم كيخدموا غير على بيجاماتهم وعلى كساويهم وعلى الجاكيت وعلى المكياج وعلى كل شيء. الراجل المره انتيا لداخل ببينوار نتاع سيمانه ولا جوج سيمانات، من يخرج يلقى اشكال وانواع و ها مولات السروال، ها مولات الجلابه، ها مولات الجيبه، ها مولات ما عرفت شنو، غير الخورده سيرو، غير ما عندكش سيرو غير الخورده، راه غير 10 دراهم 20 درهم واحد البيس واحد هادي في الصيف. يعني كنديرو حنايا العيالات، حنا كنديرو يعني بعد المره كان بعد العيالات كيغلطوا، كتجيهم عادي والو، ولكن الراجل راه كيبغي الحنان، الراجل كيبغي الاهتمام، الراجل كيبغي اللي يتحاور معاه، الراجل اللي بغي يقول له شنو نتايا، ها شنو اللي كدير انت، ها شنو كتشكريه مره كتشكريه، كتقول لي سمح لي راك مكرفس معانا وراك ضربت تمار علينا وراني شايفه لك هذا الشيء، ماشي غير جيب 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 جيب، ارى 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 ارى، خاصني 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 خاصني. وكنهضر على النوع ديال ولاد الناس، النوع ديال ولاد الناس، ولاد الناس اللي كيدمروا وكيبغيو يعني كيدمروا وكيبغيو وليداتهم وكيبغيو ينساوهم، هذا النوع انا اللي كنهضر عليهم. تهلاو اسمحوا لي، تهلاو في رجالكم، اسمحوا لي تهلاو في رجالكم يا العيالات. راه المرا بلا راجل راه والو، المرا بلا راجل والو، راه الراجل الا كان راجل، ولكن الراجل الا كان رخيص حاشاكم، راكي تعيشي بوحدك احسن لك، تعيشي بوحدك احسن لك. ولكن الراجل الا كان معاك راجل تهلاي فيه، تحاوري معاه، تشكريه، طلبي منه السماح، واخا ما داير لك والو، سمح لي سمح لي الحبيب ديالي، سمح لي راك ضربت مارة علينا وراك تضرب، وسمح لي ما لقيت جهد وكان لقيت شي حاجه باش نعاونك بها، لو كان لقيت غير هادي، وراه كنشوفك ضربت مارة، كنشوفك بغيت توصلنا
شي حاجه اللي ما حسن، ولكن الله غالب، ولكن انا معاك وراه ما غتفرقنا غير الموت وراه حنا اليد في اليد. كتعطيه الطاقه باش يزيد، كتعطيه الطاقه ماشي تدمريه، ماشي تدمريه وكيبقى غير دالع فيها هايش غير غادي. المهم نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. دابا غنمشيو لذاك الزوج اللي قلت لكم، الزوج المتعاطف، الزوج اللي كيبغي يريقل المسائل. شحال من راجل عندو لا خيتي عندو ناري ويلي ميمتي، لا ندير واحد لا خيتي انا مرا وكنقول باز، انا مرا وكنقول باز لو هادي يا خيتي اللي الا خدم ما عجبها حال، الا جلس ما عجبها حال، الا طلع ما يعجبها حال، الا هبط ما يعجبها حال، الا جاب ما يعجبها حال، الا ما جاب ما يعجبها حال. بنت دارهم كما نقولوا حنا مفشه، ديك المفشه اللي ما عرفتش شنو كتكون في دارهم، كي كتجي عند راجلها كتولي عنتر بنو شداد. وهنايا الراجل بعد الرجال اللي كان انايا كنحييهم، انا كنحيي هذا النوع ديال الرجال وكنقول لهم الله يصبركم، الله يقويكم، والله يغلبكم عليهم. مسكين هو يشرق وهي تغرب، وكيحاول هو كيحاول هادشي اللي قلت لكم انايا على الراجل، النوع الزوج ديال الرجل اللي انت كتخليه يخون، هو كيديرو، هو كيتحاور. بنت الناس علاش كدير هكا؟ بنت الناس راه عند الخدام، وكيكون كيكون شنو غنقول لكم، كيكون خدام مزيان، ماشي زعما شي منافري ولا شي حاجه، يعني ماشي كنعاير المنافريين، يعني ماشي شي واحد اللي خدام بحاجه قليله، شي واحد اللي خدام كلاس، خدام بالكرافاطة وكل شيء، وكتلقايو كيلكب في دارو. راه انا شايفاهم وعارفاهم، راه ماشي زعما غير جيتو نهضر، شايفاهم وعارفاهم، كتلقايو كيلكب في دارو، كيلكب سبع في الزنقه وكلب في الدار. هادي يا خويا، هادي يا ولد عمي، هادي يا باب الحباب. هاد النوع ديال الرجال كيتحاور، كيشدها، اجي بنت الناس، اجي فلانه، شنو كندير ليك؟ كنضل خدام، شوفي الطوموبيل اللي عندك كي دايره، شوفي الدار اللي عندك كي دايره، شوفي غير في لانيفيرسير اللي عندك شنو كنجيب لك، شنو هادي، شوفي هادي. اش تساليني؟ اش بيني وبينك؟ علاش كديري معايا هكا؟ علاش ما كتسمعيش الهضره؟ علاش ديما، علاش هاد الجوارين الجارات اللي ما كتفارقيش معاهم؟ علاش تفكرت البنات هاد القضيه ديال الجارات؟ البنات والعيالات، ابو نسوان فرقوا عليكم العيالات. شحال من وحده دابا راه كتشوف فيا وغادي تقولها، غادي تقول لي هاد السيده راه عندها الحق. شحال من وحده دات لها صاحبتها الراجل، شحال من وحده دات لها صاحبتها الراجل، ماشي وحده، ماشي زوج، ماشي 100، ماشي 200، ماشي 300 امراه. اللي عندها الراجل ما تدخلش بنت المراه لدارها، ما تدخلش بنت المراه لدارها، ما تيقوش. راه ماشي كلشي بنات الناس، راه ماشي كلشي بنات الناس، راهم بنات الحرام، راهم كاينين كما كاين بنات الناس، راهم كاينين بنات الحرام، كاينين اللي كي تشوف المراه مطلي فيها الراجل وكتلبس مزيان وكتاكل مزيان وكتخرج ودايرها بحال الاميره، راهي والله الا خلاتو لك، والله الا فرحتي به، والله ما تفرحي به. ديري وليداتك وديري راجلك هما صحاباتك، وفرقوا عليكم عباد الله، فرقوا عليكم بنسوان، فرقوا عليكم النساء، ما تدخلوش النساء لديوركم، ما تدخلوش النساء لديوركم. وفي التالي تبقاي تندبي وتبقاي تقولي دات لي فلانه ما عرفت شكون، ما عرفت شنو، دات لي فلانه بنت الحرام، خدعني، خدعتك. هي ما خدعتكش وهو ما خدعكش، انت قربتي، انت لقيتيهم، انت عرفتيهم، انت قلتي له ها هي، وهو قلتي له، وهي قلتي له هاي، قلتي لها ها هو، انت عرفتيهم. حتى واحد ما خانك، ما خانتك لا هي ولا انت، هي ما كانش تعرفو وما كانش يعرفها، شكون كان السبب؟ كنتي انت السبب. المهم كنا كنهضروا على الزوج التالي، الزوج تهلا في رجالتكم، وداك اللي يكون سبع في الزنقه ويرجع للدار يولي كلب، يكون ترجع المراه كلب، اتقوا الله في رجالتكم، واتقوا نتوما رجال الله في عيالاتكم، راه بنات الناس قلال، ولاد الناس قلال. اللي عنده شي مرا يتهلا فيها، اللي عنده شي مرا بنت الناس يتهلا فيها، واللي عنده شي مرا بنت الحرام او غات الحلال عند الله الطلاق، واللي عندها شي ولد الحلال تهلا فيه، واللي عايشه في التكرفيس مع شي ولد الحرام
ابغض الله ابغض الحلال عند الله عفوا والطلاق. والسلام عليكم.